في الجدول الزمني يا فندم تنتهي أعمال إعادة إحياء أنطونيادس مرة تانية، يعني مدة قد إيه؟ أو نقدر نقول نعمل لها افتتاح إمتى؟ أولا إن شاء الله في وعد إن إحنا ننهيها قبل عام، أقل في أقل من عام. حلو جدا. وهيبقى لها إن شاء الله افتتاح كبير جدا، وبإشراف التوجيهات من فخامة الرئيس عشان الناس تشوف ايه اللي تم فيها وايه اللي تم التطوير. خليني اركز على نقطة مهمة جدا. اتفضل يا فندم. الشائعات بتقول ان احنا بنجرف بنهد، بيعتقدوا ان احنا هتستخدم في انشاءات ومباني وسكنية وحاجات زي كده. نهائيا الكلام ده كلام مش مظبوط، كلام فارغ. الكلام الحقيقي اللي يعني انا بصفتي محافظ اسكندرية مسؤول عنه مسؤولية كاملة امام الجميع، ان حدائق أنطونيادس هترجع كما كانت وافضل ان شاء الله باذن الله، وهيسمح للجمهور وللسائحين بالدخول فيها والتنزه بعد انتهاء عمليات التطوير باذن الله. باذن الله الدواء قدود يا فندم باذن الله. اشكرك إن شاء جدا الله. الف 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 شكر ليك سياده اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه.